الصرف. الباب ده يا فندم مدخل على كوبري على مبنى كبير ثلاث اربع ادوار، مبنى خدمات، مبنى خدمات في مدارس الاحاد وفي المخازن وفي القاعات، يعني مطالب الكنيسه، مطالب الكنيسه كامله، مطالب الكنيسه. وفي تحته باركينج للعربيات داخل عشان ما يحملش بره. هي الفكره، احنا لما قلنا نعمل المدارس والكنيسه والجامع جنب بعضهم، ان اولادنا الصغيرين لما يجوا يشوفوا ويسمعوا ان احنا كلنا واحد، كلنا واحد. تفكير صح خالص. ان شاء الله نبقى على طول نعمل كده. ان شاء الله. فالف مبروك. تعيش تعيش وتعمر سيادتك، والبركة بقى في الهيئة الهندسية وكل اللي شاركوا وكل الأحباء رجال الأعمال اللي تعبوا تعبوا كتير. يا الله كتر خير، حاجة جميلة، حاجة تفرق.